باذن الله ان شاء الله. وقبل ما نروح للكابتن احمد بلال هنروح لزميلنا شيف شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز النادي الاهلي على فريق الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدفين معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك كابتن سيد الف مبروك، 3 بونت غاليين جدا، 3 بونت صعبين جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا بيلعب البلاس 90 والحمد لله الاهلي فاز في مباراه ولا اصعب، وهو ده الدوري اللي عاوز دوري يكسب اي فرقه. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، هي مباراه كده، هي دي مباراه الختاميه والمباراه اللي هي بتبقى بتقرب من مسافه الدوري. هو الدوري ما بيجيش غير بالشكل ده، ما تكسلش ولا ثانيه ولا لحظه ولا اي حاجه خالص. انت بتجيب جون ممكن في الدقيقه 85 86 وبعدين لازم تجيب الثاني عشان تبدا تبقى في الصدر على طول. كل عايز اقوله ان لازم يبقى في اجواء، يعني انا هنبداها طبعا وبادئينها من فرقتنا، لازم الاجواء كلها تبقى مهيئه ان انت تاخد الدوري. الناس عامله جو احباط شويه، يعني جو فيه اكن الدوري خلاص بيسترسب منك ولا حاجه خالص. انت عندك 9 نقط او 9 اسف، فاضل لك 9 مباريات والزمالك فاضل له 7 ضربات جزاء، فانت بتتكلم في عدد من الماتشات يعني بقى قليل جدا. لو قدرنا ان احنا نكسب ماتشاتنا كلها هتبقى صعبه، لا هتفرق فرقه سهله ولا فرقه صعبه ولا فرقه بتنافس ولا فرقه على الهبوط، فوق زي تحت كل المباريات هتبقى بالشكل ده. انت لازم الاجواء، انا بخاطب جمهور اصلا نفسنا جمهور الاهلي كله، بقول له لا اعمل الاجواء اللي عملناها من سنتين واللي عملناها من 3 واللي عملناها من 4، الاجواء كلها تبقى مهيئه ان انت تاخد الدوري. لازم اللعيبه كلها، احنا دورنا برضو ان احنا نحسسهم بكده، هم لازم يحسوا بده، بس الاجواء حوالينا مش هتيجي غير من جمهورنا، انه يحسس الناس كلها لا الدوري بتاعنا والدوري ان شاء الله الرحمن ما نكسلش في نقطه عرق واحده. يعني اول لما الانتاج الحربي احرز الهدف الثاني الكابتن سيد عبد الحفيظ وقف على الخط للاعيبه النادي الاهلي، وصلت لهم رساله ايه يا كابتن؟ مفيش مشكله خالص طالما في وقت. انا دايما الحاله بتاعتي هي اللي بتحكمني مش الوقت. فاضل 5 دقائق، فاضل 7 دقائق بس. يعني في الجونه من سنتين كنا متاخرين لحد الدقيقه 98 78 او 79 متاخرين بهدف، وقدر كريم نيدفيد لو تفتكر، وقدر ناصر ماهر لو تفتكر ان هو يجيب الجون هدف الفوز. يعني طالما انت حالتك كويسه والاصرار موجود والعزيمه موجوده ان شاء الله الرحمن هتكسب. يعني خلينا نعيش الاجواء دي مننا داخليا كجهاز واداره ولعيبه، ان احنا لازم ناخد الدوري ده، لازم نحارب عليه بكل ما اتينا من قوه. جمهورنا كمان لازم يحسس الناس كلها ان الدوري ده بتاعنا، لازم كل الناس تبقى عارفه كده، لازم يبقى فيه الدفعه اللي موجوده على طول ماتش بماتش. في تربص يا كابتن، ما ماليش علاقه اللي هيقول كلام واللي هيزيد واللي هيعيد، ماليش علاقه خالص. لكن انا بتكلم في الفير زي ما حصل معايا او حصل في وقت من الاوقات، مش هسمح ابدا ان هو يحصل، ما يحصلش مع غيري. انا لعبت في 28 يوم 10 ماتشات، انا سامع ان مباراه الزمالك والمحله هتبقى في اسكندريه، ده على اساس ايه؟ على اساس ان المباراه هتبقى في اسكندريه، عشان الزمالك عنده بعدها بيومين مباراه مع الاتحاد السكندري يوم 6، يوم 3 ويوم 6. طيب هسال سؤال، انا ما بتكلمش بلسان الجونه، الجونه لها اداره محترمه ولها جزمة. لا بالجونه، بتكلم بالجونه، الجونه لها اداره محترمه واجهزه محترمه ولاعيبه محترمه وكل حاجه، بس الجونه في الاسبوع ال 31 في الاسبوع اسف ال 32 عندها سموحه في اسكندريه، وبعدها بثلاث ايام عندها الاهلي في الجونه. هل لو طلبت الجونه انها تلعب في اسكندريه هيتم الموافقه على كده؟ هي نفس الكيس، هي نفس الكيس. مش عايز بقى واحد يطلع يتنطط ولا حاجه في قناه ويقعد يقول لك اوعى تاجل على الله، لا ده مش كده. الفير اللي حصل مع الغير يحصل مع دول. انا ما بتكلمش بلسان الجونه، بس بضرب مثال. الزمالك هيلعب مع المحله في اسكندريه، عايز يلعب في اسكندريه عشان هيلعب الاتحاد بعدها ب 48 ساعه في اسكندريه. طب الجونه، انا ما بتكلمش مثال الجونه، انا بدي مثال. الجونه هتلعب مع سموحه في الاسبوع ال 32 في اسكندريه، وهتلعب الاهلي بعدها بثلاث ايام في الجونه. لو طلبت الجونه انها تلعب الماتشين في اسكندريه، انها تلعب سموحه لان ده ماتش سموحه، وطلبت محدش يقدر يقول لها حاجه، محدش يقول لها تلت الثلاثه كام، محدش هيقول لها تلت الثلاثه كام، لان انت بتلعب، انت صاحب الارض، فبتاخد فرقه توديها في فرقه ثانيه، خلاص. الجونه لو طلب كده محدش يفتح بقه، اوكي؟ ليه بقى؟ لان ده اسمه تكافؤ الفرص، اوكي؟ زي ما بتسمح لغيرك تسمح ليك. اثنين، انا لعبت 10 مباريات مضغوط جدا، كان فيهم ماتش كاس، كان فيهم ماتش النصر في الكاس. مظبوط. النهارده بيقول لك لا احنا عايزين ناجل مباراه الزمالك واسوان في الكاس، ده على اساس ان انا كنت بلعب برضه النصر ما كانش في الكاس لما اتضغط. يعني انا مش عايز اقول لان انا مش انا صاحب القرار، اوكي؟ لكن طالما حصلت مع فرقه مش هنسمح ابدا انها ما تحصلش مع فرقه، مش هنسمح ده، لان انت حصل فيك ده، اوكي؟ لان انت اتضغط وهتضغط. طب انا عندي الاسماعيلي يوم 9 وعندي ام بي يوم 12، يعني 9 و12، انت عايز تلعب من يوم 6 وتريح لحد يوم 12، يا صلاه النبي، يعني واحنا كده قاعدين جنب ما فيش مشكله.
يعني بندي لك الدوري واحنا ساكتين يعني. وزي ما قال يعني بطوله الدوري دي بطوله الدوري بطوله اقوى بطوله في القاره تمام. يعني سيبك من اللي بيقول المؤرخ عمرو الدريدي سيبك منه، يعني بتكلم على بطوله الدوري. بطوله الدوري هي اللي بتوديك لبطوله افريقيا، يعني بطوله افريقيا هي اقوى بطوله. فبالتالي لما يكون انت بطوله مؤديه لاقوى بطوله المفروض يبقى فيها تكافؤ فرص. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ، اتحاد الكوره المفروض يقف مع النادي الاهلي وهو بيمثل مصر، ووقف مع النادي الاهلي في تاجيل بعض المباريات، ولكن ضغط الاهلي في مباريات بدون اللعيبه الدوليين بتاعته. لا 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 لحظه بس، ما وقفش مع الاهلي في تاجيل بعض المباريات. انا مش هلعب، مش هبقى بروحين، انا مش هلعب كايزر تشيفز وفي نفس الوقت اسيب فرقه 21 يلعبوا. ده نفس الاسبوع اللي انا كنت بلعب فيه في افريقيا كان هو اللي بيقام، هو نفس الاسبوع. انا ما تاجلش حاجه، انا لعبت يوم 14، يوم 14 4 مع النصر، و18 مع الزمالك، و21 مع سموحه، و24 مع انبي، و27 مع المصري، و30 مع الجونه، و3 مع المحله، و6 مع الاتحاد، و10 مع الزمالك، و15 مع سان داونز. يعني اظن ده ما حدش يقبله ابدا وقبلناه. فانت هتيجي النهارده تقول لي لا اصل انا ما اعرفش في متكافئ الفرص، في لسه فرقه بتلعب دور 16 في المال. انا ما لعبت دور 16 اساسا. ده انت عشان تكافئ الفرص طلعتني العب النصر اللي من القاهره من مصر الجديده، وانا من الجزيره طلعتني العب في اسكندريه عشان الزمالك بيلعب الحرس في السويس. فانت النهارده هتقول لي انا هاجل الماتش عشان ابقى مرتاح؟ لا 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 خالص. اللي هيحصل هنا هيحصل هنا، مش هتلعب هنا مش هلعب هنا، تمام؟ ده واضح وصريح. اتنين، حصل معايا ولا ما حصلش؟ حصل معايا. ثلاثة، هل لو الجونه طلب ان هو يلعب المباراتين في اسكندريه هتوافق له ولا لا؟ ما تقدرش ما توافقلوش. لو وافقت لده هتوافق لده. شكرا كبير. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي سال وتساءل اتحاد الكره المصري لو الجونه طلب بنفس مبدا الزمالك او طلب الزمالك لعب مباراه المحله في الاسكندريه ومن بعد مباراه الاتحاد السكندري، هل اتحاد الكره ممكن يوافق للجونه ولا لا؟ سؤال يجاوب عليه مسؤولي اتحاد الكره اللي متواجدين الان في اليابان في الاولمبياد. عموما ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. عوده ليك كابتن ايمن.